سلاف لو بن بنار ديز دي نيوز ايرو مام ايفانا كايا اوجي جخال كيت الازيرا حقا تكاربي خوا اش بنار مرات و اش خال كي خوارا تخوا بديا ناس كرن كا و تخوال سر چه قائمي راشحان ديا و هدفاتا بجا كشفي تشتي چيا بلاني سر جاوا سلاف وريز مشاهدين ايز دي نيوز را حقا افدر فدائنا مامل فيدري حاضرونا نابي مي دخيل سيدو غرو الجندو اسم رشحهم السر قائمة تحالف اتحاد اهل نينوى رغم قائمة سدو سيهو چارة سلسلة من القائمة دا چلو هفتة اسعادو مكتب سياسي مال حزب الحرية الديمقراطية الازلي وازش قبلي حزبي بوما مرشح السر في قائمة مش هادا بكالوريوس هاي الكلية علوم رياضية چه برنامج تي انتخابي؟ برامج مي انتخابي بخور بكا إيه هچي الشنغال ناري يعني چول كامبان ناري اش خبر يعني كارا برنامج كي دينا يعني اش معاناتي اي خلقي مايا يعني برنامج ما متعلقي وان معاناتي خلقي ما بايا اش بترش ده نقطة بيتي بس هناك نقطة اساسينا او فقريانا خلقي ما جي كامبا بينا الشنغال يعني دعمكي وان بيا كرين تعويدك جربي داني دا كاربن شنغال آفاكن إيرو شنغال محتاجي آفاكرنية ونقطة كش إديش برنامج ما درا حرب كتتيدا وشر كتتيدا وخراقرن كتتيدا أو در تربية وتعليم بيجدة شا يعني إيرو شنغال محتاجي درجات وديفية محتاجي تشيكرنا مدرسة ومستشفى الفيدري خدمات اساسي جربنا وفراندن حتى كاربن او خلقي نازح وغرجي و ام شنغال الى ام خلقي شنغال و ام هيفيدكن و ام بيجن بلا او بارتي سياسي شنغال وغريانا نازحين خلقي مي شنغالي نقنا مصالح حزبي دو و نم متعلقي السياسي مصلحة وان حزبية سياسية هدفاتش اش رشحان دني چه بو هكا او چاو فكرش ترى هاتا كا تخواب رشحيني و چه بيجي الفكر تدا بو هكا تخواب رشحيني ودي هدفا ما اش بي رشحان دنا ما امجيلي ما الشبابي الساحي دنا بو ما قو بلكي اش خود يا بي نغلي اف جيلي ام ما قو دي الوقت مار الشباب تغيرك المعادلة السياسي بكن يعني امل فرمانا قرا درباز بوينا ام الجينوسايد اگر در باز بینه ام افجیل ما فرمان دیا ما حیاتا کمپا دیا و ما حیاتا آشنگال جیتیا گل کی یعنی خلقی ما حیاتا کا زحمت را در باسد با و یعنی اف فکر یعنی کتا سری مده یعنی ام جیل اگی نو اف شباب نو ساحدنا انشاءاللہ تا غیر کل معادلہ سیاسی بکن بله او خلقی ما بحوری بانتخابان نم آیا راست بهاری به انتخابان نمای او بلکه گلگ انتخاب نکنشی تبیشی او حکت روش هات و تبصر کدی تی کار بی چش از دادی و از دیاره بکیش ملتی خورا راستا خلق ما بهاری نمای اش بر حکا جار دیتر جی و عود ابدروا اش خلق ما را ها ندان تشتک نه هاتا کرین تشتکی برچاف نه هاتیا کرین یعنی میزانی آشنگالش ده هزار و چهارده جی و بری ده هزار و چهارده جی ش ده هزار و سی ده یعنی حتی نه تشتکی برچاف نه هاتیا کرین اش خلق شنگالی را ویجا اکا ام چون عدو مجلس محافظه عدو مجلس محافظه او سلطکا تشریعیه او وحید المحافظه ده او الرقابیه جی الدمني حدود إدارة محافظة ده يعني سلطكة تشريعية أمي كل جهودي خوا أمي كاربكن أمي قائمة قائمة دين مدير نحيا وين دانين إدارة شنغالي بيا تشيكرنش خلق شنغالي با نب مصالح أحزاب سياسي ومثلا شنغال إيرو محتاجي وان شخصا وشخص دمير وجدان سر شنغالي بسكن شنغالا محتاجي آفا كرنية أف هدفا ما يؤمي السر وان تشتا بسكنو سر إدارة شنغالي بسكنو الدوائر الحكومي هموا أمي ببنا مراقبية السر دي تشتيكنو أم
وكوغوتي سلطة تشريعي المحافظة دنا أمي كاربن دختك الحكومة بكن يعني مصلحة خلقي ما با مصلحة إزديا با إزديا يعني قلق تعداء ونحقيلة هادية كري تكار بيتشش تلعزير ربقي تلعزير هكا خلقي تلعزير وبلقي خام كخلقي شنغال جي أم تلعزير حسابت كنب سر شنغال فا أجبر هكا شنغال بنافيز دايت دخوايا كرن وبنافيز ديا او خلق همو خلق شنغالي و ازدي همو ناحية العزير ابسر شنغال فتبينن بلي او الدستور العراقي ده ابسر قدا بعاجبا لاست قدا او بيجا الناس سردانا بعاجت كن وحقوقي والليفا بعاج وشنغال دي وندا ناحية او ناحية وحيدة كهتا نوها نهات يابا كرن وتشتاك جيرا نهات يكرن لاست افخوش سوال بو بهور بقى يعني از بينم حكومات عراقي واقليم كردستان في تشتي متقصر حق خلق شنغالي يعني تلعزير ابسر وكتاغوتي ابسر بعجبة خدمات البعج هنا يعني بيش متى قائمه بعج هيا شما مدير ناحيه كي تلعزير نينا اما سر في تشتي كار بك يعني مدير ناحيه بيت شيكرنش خلقي تلعزير حكم تشونا مجلس محافظه مدير ناحيه ما بيداني ني شما مدير ناحيه ما تشل كردستان كارك نانا بلا بيل تلعزير دا كار بك اما سر في تشتي شغل ام خلقي ما تلعزير يعني نهات تشي تلعزير بقري يعني السدي هفتي يعني مالد اخينا كدينا محتاج افا قرنينا يعني او دورو بريت شنغالي بجمتا او دريت كدينا دست دا عجدا و او در همو اداره هاتيا تشيغرنو هاتيا افا قرنو بريبادن ما عدا شنغالي و بجمتا تلعزير و دورو بريت شنغالي جي يعني ما عدا فيد افكرينا تلعزير يعني ملفي نازحينا كرينا مشكلة سياسي كرينا بارتيا سياسي كرينا يعني خلق مفانغري يا فغريانا او بارتيا سياسي با الفيدري امي سيرفيت شتي كار بغن هغم چونا عدو مجلس محافظه ان شاء الله امي سيرفيت شتي كار بغن امي تشتي هكا ما بتشي بابا امي اش خلق شنغالي ر بغن خلق تلعزير عدو مجلس محافظه شغلي وي مثلا اداريه شغلي خدميه امي كاربن كل قوات اخوا امي السيرفيت شتي بشغل ملفي الشنغالي يعني قضية شنغالي قضية إيزديا قضية كمازنة يعني دوري إيفان يعني إشفان تشتاها موان مسترة يعني إن شاء الله كم تشون مقارب أم سلطاك تشريعينا أرقابين المحافظة ده دماني حدود محافظة أمي قارب السر ملف الشنغال بشغل سر خدمات الشنغال أمي قارن دخت الحكومة يعني نقطة أقلق مهمة خلق ما أنها ألمانيا اف چند سالا يعني اف نه سالا خلقي ما هر سال يعني تحاولين اش عراقي دركبن تعبك مال ميراتي هذا نقد قهنا المانيا وطرد ورفض جيرتي في انها اف جي نقطه البرنامج مدى اف طرد ورفض اتيكرن ام دخت الحكومه بك يعني كم نجونا عدو مجلس محافظه جي لازم املت اس دي رابن وام بيجن افتش يعني ان لا قبول كن وكا هر جارك المظاهرات شي دين سرتشتكي لازم افجي بي مظاهر الدري حكومه الدري برلمان العراق ام يعني شن طلبك يعني اف اس دي ما مال ميراتي غشتينا ويدري يعني طرد ورفض جيرتي يعني كان انسانتي يعني بيجن دولة يعني دولة ألمانيا إنسانية دولة كإنسان هكذا دولة كإنسانية شلو نب إرادة وان خلق بجبر ودجرنا عراقي أفتشتكي البام البرامج ماذا في نقطة كقلك مهمة مصر بيجي كار بكن خلق ما يألب فينا وان با أو فنا قرن يعني أف يعني هنا قلنا هتان هو اللاشي وان الحدود يونان وتركا الوان درا يعني هتان هو خلقي اما اللاشي خود قرر خلقي وندابوي هتان اكي بزورا قشتين ويدري وفجا براحتي وبجبر يعني تبجي قرارة قدريني خلقي ما فقر يعني تشتي مرفوض البام راستا تتشب ايفش خلقي خورها جملتي خورها كا دنگي وان تشتكي او حساب ناكن دنگي خو بلكي وسامة زنابين بس دنگي وان بخواق قلقا هكا دفاع عش دنگي خو بكا و زان بكاوي دنگي خو دكي و كيل بيش بيدا سكني براستي اف قلق يا مهمة خلقي ما يعني ايرو كارت تغيرك المعادلة السياسي بكا جيلكي از بينم جيلكي نو اي صاحي ده
يعني ابوي دنگه خواتگاری تغيره كي الدم عادرا سياسي بگي يعني غازنا نكه كت دنگه خدايه كي او نگاربا طلب حق طبقه غازنا اشوي شخصي نگه تا او اختيار كريا امد بجن او انسان تختيار بگي بلا انسان كي دمير وشدان با السر يعني ملف الشنگال كار بكا او انسان ته اختيارت كي بلا نل مصالح الحزب دا يعني تختيار بكي او انسان كاربا دل سوز ملت خوبا انسان كاربا يعني خصمتا خلق شنگال بكا او سر قد يا شنگال كار بكا وي اختيار بكن دوري اش مصالح الحزب و مغوتي مرواني و دوري جواندشتا بس هدفا ما اش ترشيحا ما ام دفاعية اش قد يا زديا بكنو طلب حقوقي وان بگنو قال بهور بگه هنگی تشتش مرا دین حق امتین سر قنات هوانت بیوین هنگی ادوین یعنی امنی ویاجه گرده مش بیرد کن هر جار که من قنات هگی دی بشلگی دی ات بیوین یعنی هنگی خدمات او شنگالی را دین